يعني احنا كفنانين واي حدا مش بس الفنان يعني مفروض بمجاله لازم يقدم اي شيء يثبت موقفه بكل وضوح، وبالاخص انه احنا ناس في عندنا متابعين، في ناس بتتابعنا، لازم يكون عندها موقف. لا بصير المحايدة هاي يعني ممنوعة. الفنانين أو المؤثرين أو هم الناس اللي عليهم مشاهدات عالية، هذا أول شيء لازم يعملوا هي نقل الواقع. ومزبوط إنه ممكن الإنسان الحياة تاخده يبعد شوي عن الأخبار، يمكن ده شوية مفهوم خليني أقول لك، ولكن المضمون موجود والتضامن موجود وهذا المهم. إحنا مش قادرين نعمل كل إشي، فلو أي إشي بسيط قدرنا نقدمه إن نقدمه، لأنه بنوصل رسالة. وعن جد المقاطعة عم بتجيب فائدة، والرسائل اللي عم نوصلها، الأغاني اللي عم نعملها كلها عم بتجيب فائدة. وأنا صراحة بحب فكرة إنه الواحد يستخدم الموهبة اللي عنده. بتحس الفن العربي رح يرد يرجع يحكي أكثر عن القضايا السياسية المهمة والقضايا الوطنية اللي بتخصنا جميعا؟ أتمنى أنه يبقى دايما أنه نحن الفن يحكي صوت الناس ووجع الناس وحال الناس، وأتمنى أنه دايما نكون نحكي عن وطننا العربي. اختلف إشي بعد الأمومة على نظرتك للقضية الفلسطينية بالذات؟ شايف كيف بتنهد، لأنه أنا وصلت لمرحلة نعم اكتئبت ودخلت باكتئاب، وصلت أصحى بنص الليل يكون عندي أرق أروح أطمن أولادي بنص التخت أتفرج عليهم، والحمد لله أنه هن كويسين. فهون شعور الأمومة أنا حسيت فيها 100% زي أي أم فلسطينية كانت تفقد طفل، تفقد ضنا، تفقد أخ، تفقد أب، تفقد سند لإلها. فبالفعل تغير كتير إحساسي من زمان لما إحنا نكون مع القضية وغير لما صرت أم. مهما نتغرب راجعين لترابك يا أحلى فلسطين. حابة أقدمها لأنه فيها فرح، إنه ما رح يقدروا يكسرونا، ما رح يقدروا يكسرونا. أنا فيها رسالة كتير قوية، هي بتقول إنه مهما نتغرب راجعين، يعني إحنا راجعين، شو ما عملتوا اعملوا احنا راجعين. ما هو دور الفنان في الوقت الحالي وكيف يختلف عن دوره في بداية الأزمة؟ الظرف هلا يختلف عن اي وقت مضى. الظرف صعب كتير، وحتى الفنان بات في مش عارف يعبر بصراحة، ولكن لما نشوف هم في غزة قاعدين بيعبروا بفنهم، بيرسموا على الخيام، بيطبخوا، بيبتكروا، فبيعطونا هم أمل صراحة. أشكالنا غصن الزتون البندقية باليمين يا حلال يمامي، والحق غير ما يكون ويا هلا بالمنصفين يا حلال يمامي. الفنان هو المسؤول الأول أمام الله عن اللي عم بيصير هلا، لأنه موجه وفي جماهير عديدة بتلحقه، فيفترض على الفنان الموهوب أن يصرف هذه الموهبة في سبيل إعلاء كلمة الحق. أنا جزء من هذا الوطن، ما عنديش طريق أنا في مخي وما عنديش حدود، أنا جزء من هذا الوطن العربي من 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 محيط من المحيط إلى الخليج. عن كواليس المشاركة اليوم. بجد تشرفت جدا، وتجربة بالنسبة لي كبيرة وعظيمة، والكلام قد ايه مؤثر. انا اول ما سمعته دمعت بجد،
ولازم كل دعمنا وحبنا لأطفال فلسطين والأهالينا وأسرنا هناك في غزة. وبتمنى نضلنا ننشر مشاهد القوة، مشاهد النصر، لأنه هذا اللي بالبق. ربنا قال لا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإن شاء الله بإيمانهم ويقينهم بالله النصر إلهم بالآخر. إيش ما بيطلع بيدك سوي، مقاطعة من قاطع، والمقاطعة ما تستاهل فيها. أنا من الناس اللي بعيد المقاطعة بشكل يعني كبير، لأنها كثير أثرت وراح تأثر، ما راح نحكولها ولا حدا راح يبين لها.